نروح بقى للصحافة الرياضية يا حضرات، وتحديدا مقر جريدة البوابة نيوز موجودة حاليا هناك زميلتنا مريم سميح عشان تقول لنا ايه اخر المستجدات واهم المانشيتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة. صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهاوند، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز، وبدايتنا من موقع البوابة سبورت. رسميا تعرف على الفرق الهابطة والصاعدة للدوري الممتاز. طبعا يعني رسميا أصدر الستار على مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022، ده طبعا عقب انتهاء الجولة ال 34 من عمر البطولة. وأكيد طبعا أكيد كل الناس بتبقى مهتمة تعرف مين الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز، وايضا الفرق اللي هبطت ايضا لدوري القسم الثاني. وطبعا اكيد زي ما احنا عارفين يعني مصر المقاصه هبط هو ونادي الجونه وايضا نادي ايسترن كومباني، وطبعا علشان يعني احتلوا المراكز الاخيره في جدول ترتيب مسابقه الدوري الممتاز. طبعا يعني مصر المقاصه يمكن تصدر المركز الاخير برصيد 15 نقطه جمعهم من 34 مباراه، فاز في مباراتين فقط وتعادل في 9 مباريات وخسر في 23 مباراة. إيسترن كومباني احتل المركز قبل الأخير برصيد 33 نقطة جمعهم أيضا من 34 مباراة، فاز في 7 مباريات فقط وتعادل في 12 مباراة وخسر 15 مباراة. وأخيرا طبعا الجونة احتل المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة جمعهم من 34 مباراة، فاز في 9 وخسر في 16 مباراة. وطبعا يعني يمكن شهد الموسم الجاري أيضا، أو يعني يمكن هيصعد في الموسم الجديد وهو موسم 2023 من عمر مسابقة الدوري صعود أيضا 3 أندية وهم حرس الحدود وأسوان والداخلية. ومن موقع اليوم السابع، رجال الطائرة أمام الأرجنتين في بطولة العالم بسلوفينيا. يخوض منتخب مصر لرجال الطائرة ثالث مواجهاته ببطولة العالم المقامة حاليا في سلوفينيا في ختام مشوار الدور الأول أمام الأرجنتين، وده طبعا هيكون صباح اليوم الأربعاء، وتستمر المنافسة حتى يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل. يبحث الفراعنة طبعا عن تحقيق الفوز لأول مرة بعد خسارته مرتين خلال الفترة الماضية أو في المباريات الماضية أمام هولندا وإيران. وخاض منتخب مصر معسكر مغلق قبل انطلاق بطولة العالم أو هذه البطولة يعني على وجه التحديد، وبيقع منتخب مصر لرجال الطائرة ضمن المجموعة السادسة بجانب منتخبات هولندا والأرجنتين وإيران. ومن موقع صدى البلد، ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول. ودعت بطل التنس المصرية طبعا ميار شريف بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع بطولات جراند سلام الكبرى بموسم التنس في الدور الأول. جاء ذلك طبعا عقب خسارة اللاعبة المصرية المصنفة رقم 63 على العالم بصعوبة على يد الأوكرانية مارتا كوستيكا المصنفة رقم 65 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4. ده طبعا اليوم الأربعاء بالدور الأول بالبطولة في مباراة استغرقت 1:29. ومن المقرر أن تواجه ميار طبعا اليوم رفقة نظيرتها الأرجنتينية بودروسكا، ثنائي من التشيك وروسيا بالدور الأول بالبطولة بمنافسات زوجي السيدات. واخيرا بقى للصحافه العالميه من موقع كوره، طبعا اكيد يعني معانا خبر بيهم كل عشاق ليفربول وبعنوان حقيقه اتفاق ليفربول مع نجم دورتموند. طبعا تداولت عده تقارير صحفيه التكهنات الدائره او الموجوده حول مستقبل الانجليزي بالينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند في ظل ارتباطه طبعا مؤخرا بالعوده الى بلاده. وكانت تقارير صحفيه انجليزيه قد افادت بتوصل ليفربول لاتفاق شفهي مع صاحب ال 19 عام لضمه طبعا خلال الموسم المقبل او تحديدا في يناير 2023. طبعا رغم ذلك نفى موقع سبورت 1 وجود اي اتفاق شفهي ما بين بالينغهام واي نادي اخر في الوقت الراهن، رغم يعني رغبه بعض الانديه الكبرى في ان هم يضموا طبعا اللاعب الدولي الانجليزي خلال الفتره المقبله والاستفاده ايضا بخبراته الكبيره على الرغم من صغر
سنه. وأكد المصدر ذاته أن هناك اجتماع من ريال مدريد وليفربول بضم اللاعب الدولي الشاب خلال الفترة المقبلة، ولكنهما لم ينجحا في يعني الوصول لأي اتفاق نهائي مع اللاعب. وكمان يمكن أكدت نفس المصادر أنه يعني بيحاول ليفربول أنه هو بيتواصل، أو يمكن ليفربول هو الوحيد اللي بيتواصل بشكل كبير جدا مع يعني كل ممثلي اللاعب الإنجليزي وخاصة والده، ومن الممكن أنه هو يتم ضمه خلال الفترة المقبلة. على الجانب الآخر طبعا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يمكن اتكلم قال أنه هو بيتمنى أنه هو يضم اللاعب أو بيلينغهام خلال الفترة المقبلة، ولكن الحقيقة أنه هو قال يعني يؤسفنا أنه هو مش موجود خلال أو وسط الصفقات الموجودة خلال الفترة الأخيرة. دي كانت كل عناويننا الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر بوابة نيوز. بشكرك جدا كريم، بشكرك يا نهواند، الكلمة ليكم مرة أخرى. نشكرك يا مريم، شكرا جزيلا على التغطية دي، وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة معانا وتغطينا برضو الصحافة الرياضية بتقول إيه.